بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تمنوا الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام، وقل متاع الدنيا قليل. غادي نعرض عليكم واحد الفيديوهات قصار صيفط لنا صاحب العقار، واحد المحل تجاري كيف مدينة طنجة، وسط المدينة، حيث يقولوا راس المصلى، راس المصلى اعقل جيدا على الموقع، راس المصلى جا في السنتر ديال الفيل ديال مدينه طنجه، محل تجاري مجهز بالكامل باحدث التجهيزات، هو مطعم دايره صاحبه العقار، مطعم المساحه ديالو لداخل 45 متر، في الطراز ديالو كاينه 16 متر، الساروت كيتباع، يعني كيتباع على فولت كوميرس ديالو، اللي بغى ساروت خاوي الثمن اللي كطلب فيه صاحبة العقار هو 23 مليون سنتيم، هذا خاوي، وإلا بغاه عامر يعني مجهز خدام بالكليان ديالو بالماتريال ديالو بكلشي ديالو، غادي يكون بين 35 مليون حتى 434 مليون. دائما كما نقول إخواني الكرام، الثمن راه قابل يتغير مع صاحب العقار وصاحب اللي كيشري. انا لا اناقش ما لا املك، كنوصل الثمن من صاحب العقار الى المتلقي الى الزبون كما هو. انا اللي كنركز عليه هو المسائل دوز اللي هي تكون قانونيه 100%، جوز كوميرس موجود، المحل خدام كما قلنا، المساحه ديالو كيتراوح لداخل هو 45 متر زائد لي تيراس 16 متر، الماتريال جديد، المحل خدام، اللي كتبيعو مولاتو يعني كتبيعو على حسب السفر، وما كاينش يعني اللي غادي كله، هي كتعيش من الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج، وكنقدم لهم التحيه وكنقول لكم عوده العمل ديالكم ان شاء الله، وتجيو العام الجاي سالمين غانمين والصحه للجميع. كما قلنا اخواني الكرام، دائما ثمن قابل للتغيير. الكرا ديال المحل هو 13000 درهم، يعني مليون و60 الف ريال شهريا، هذا الكرا ديال المحل ما كيتغيرش. الساروت الثمن كيتناقش ديالو، يمكن اللي بغاه عامر كما هو، يعني يتبع الحرفه ديال المطعم كما هو مجهز بالماتريال ديالو بكلشي ديالو، ويديه بين 34 مليون و 35 مليون وقابل للتفاوض، ولا بغى خاوي يبدل شي مهنه اخرى وبغى المحل خاوي، هذا كلام اخر. المحل الساروت ديالو 23 مليون سنتيم، ودائما كيبقى قابل للتفاوض. غادي نشوفوا هذا الفيديو القصير اخواني الكرام، وربي يجيب الخير. عنده كل شيء سوري، مرحبا بكم. عنده كل شيء سوري، مرحبا بكم. عنده كل شيء سوري، مرحبا بكم.
عنده كلشي سوري. مرحبا بكم. عنده كلشي سوري. مرحبا بكم. عنده كلشي سوري. مرحبا بكم.